نرجع مرة تانية لموسم الحج دكتور حسام عبد الغفار وإعلان وزارة الصحة والسكان أهم نصائح بما إن إحنا في موسم الحج. دكتور حسام أهلا بيك معنا في برنامج التاسعة. مساء الخير أستاذة جميلة، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. لو تطلعنا على هذه النصائح يا فندم. يعني بالنسبة لي النصائح أو التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على الحج إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع، هناك شروط إجبارية الحقيقة وضعها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة كشرط لدخول المملكة. دي شروط إجبارية لابد أن يلتزم بها المقبل أو الذي يرغب في السفر لأداء مناسك الحج، اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا. يعني لابد أن يكون ملقح تلقيح كامل سواء كان بجرعتين من كافة التلقيحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية أو بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مع تقديم الشهادة المعتمدة بالكيو آر كود التي تثبت ذلك، وأن يكون آخر لقاح لم يمضي عليه أكثر من 6 أشهر. ده الشرط الأول الإجباري. الشرط الثاني التطعيم ضد التهاب السحائي، وذلك في خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك. دي الشروط الإجبارية. في عندنا بقى مجموعة من النصائح الطبية الخاصة التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على أداء المناسك، منها اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، بمعنى أنه التطهير المستمر للأيدي والأسطح، استخدام الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة وسيئات التهوية، استخدام المنديل أو الكمامة في حال العطس أو السعال، عدم التقبيل والعناق وتجنب التقبيل والعناق، مع الحرص على سلامة الأطعمة والأغذية. مرضى الأمراض المزمنة اللي على برنامج علاجي أو نظام دوائي مستمر ينصح بأخذ التقارير والوصفات الطبية التي تفيد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى الأدوية التي تكفيهم في فترة أداء المناسك، بشرط أن تكون في، يعني الناس ما تحطش الدواء كله في كيس زي ما أحيانا بعض الناس بتعمل، لكن النصيحة أن يأخذها في غلافها الأصلي. طبعا ننصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. دي طبعا البعد برضو عن التعرض للشمس بشكل مباشر، والحرص على النظافة الشخصية وعدم تبادل الملابس أو ملابس الإحرام أو الملابس الخاصة ما بين الحجيج وبعضهم البعض. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على كل هذه طبعا الإيضاحات حتى توضيح النصائح، هذه النصائح الهامة قبل موسم الحج.